الآن يعني ربما بعضهم يطرح شبهة يقول بأن هؤلاء كتابيون والله سوى بينهم وبين المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون هم يؤمنون بالله وباليوم الآخر وعندهم أعمال بالنسبة لله الذي يؤمنون به، ليس هو الله الذي نؤمن نحن به جل جلاله. نعم، فهم الله الذي يؤمنون به يرون أنه صلب ومات من زمان قتل نعم. لا له وجود، هذا الله الذي يعبدونه. نعم، يقول إلهنا يسوع، هو إلههم هو الصليب مصلوب. نعم، وإنما يعبدون صورة للمصلوب فقط هي الصليب. نعم، الله الذي نعبده نحن ونؤمن به حي لا يموت جل جلاله. نعم نعم، ولا يمكن أن يكون له مثيل ولا شبيه. نعم، فإذا أول شيء، أول كلمة نختلف فيها كلمة الله. نعم، الله الذي عندنا الذي نعبده ونؤمن به غير الله، ليس هو الله الذي يعبدونه ويؤمنون به. نعم، ثم بعد ذلك الآية الكريمة إنما تكلموا عن المؤمنين العابدين وأن الله لا يظلمهم ويجازيهم على مقتضى عبادتهم، وهذا كان عندما كان دينهم مقبولا غير مسوخ. نعم، فهذا يصدق على جميع الملل السماوية، كل أهل ملة أرسل الله إليهم رسولا، وما خلا قرن من قرون البشرية في الماضي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، فقد قامت عليهم الحجة، والذين اتبعوا الرسول منهم يتقبل الله منهم الحمد لله يرحمك الله يتقبل الله منهم صالح أعمالهم ويجازيهم بتلك الأعمال بحسناتهم كما يعاقبهم بسيئاتهم. نعم، فهذا القانون قانون سماوي مستمر يشمل المسلمين ومن قبلهم من الأمم، فكل أمة أيا كانت ستحاسب يوم القيامة وتعرض على الله من نبيها ومن دونه. نعم، فكل نبي ومعه أمته، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه شماله، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.